إذا عندي نوت برودكت أو كروس برودكت بين تو فيكتورز. إذا عندي دوت برودكت ما بين تو فيكتورز A و B، عندي هذا قاموس له كفيكتور وهذا كفيكتور، بالحالة هاي فيكتور دوت برودكت مع فيكتور راح يعطيني سكيلر، ومن أحسن الأمثلة عليها إيش؟ الشغل اللي بعمله. إذا أنا عمالي في عندي جسم، نفترض هذا عندي الجسم، هذا ايش وزنه راح يكون؟ كتلته قديش؟ ام، وزنه ام جي. اذا بدي اعمل شغل راح اجي اثر عليه انا هون بفورس، واذا الفورس كانت هذه ام، اذا سويتها بام جي من هون وتحركت مسافه معينه من هون، هلا هون بهمني الفكتور اللي تحركته، ماشي واضح؟ لانه كان ممكن يكون بالحاله هاي كان ممكن ام لسبب معين احركه هيك، مظبوط؟ مش ممكن اعمل هيك؟ يعني هي هيك، هذا عمودي، هذا خط عمودي، ها؟ هلا هون هذه دي وهذه عندي دي 1، وفي علاقه طبعا بين دي ودي 1، يعني شوفوا كيف، ما بقدر اجي اتشاطر واقول انا حركت الجسم هذا بدل ما احركه عمودي بمسافه دي، حركته هيك دي. الفورس الفورس انا رسمتها غلط. الفورس هون لسبب معين انا حطيت الفورس بهذا الاتجاه، بس هو تحرك بهذا الاتجاه، ماشي واضح؟ اذا قديش الشغل اللي نتج عندي؟ اقل الديستنس، بس هاي الديستنس اللي هون، ها؟ لانه انا عندي هون هيك هاي بالحاله هذه هون، ايش الورك اللي بنتج عندي هون؟ الشغل وهي راح تكون اف دوت دي، ودي بالحاله هاي راح تكون دي 1، وبالحاله هاي الورك بيساوي اف دوت دي، وهاي دي اللي هون. الزاويه هون بين اف ودي قديش؟ صفر. كوساين الصفر واحد، فبتساوي هذه اف في دي. لكن هون اف في ايش؟ في دي 1 في كوساين ثيتا، مضبوط؟ لكن دي 1 كوساين ثيتا شو بتساوي؟ بتساوي دي. اوكي ماشي واضح، بس هاي النقطة حتكون واضحة بالنسبة لنا. ايش وحدة الورك؟ نيوتن جولز، اللي هي طبعا النيوتن ميتر، بس نيوتن ميتر مش فيكتورز، نيوتن ميترز جول، فهذا الورك او الانرجي اللي طلعت معنا. لكن لو اخذنا مثال ثاني شبيه بهذا المثال، كروس برودكت، لو عندي انا هون جبت سبانر، بدي اشد هاي النط او افكها، واضح؟ ايش منتج عندي؟ تورك. بس التورك عباره عن ايش بالحاله هاي؟ هي لاحظوا هذا الفيكتور اتجاهه هيك، وهذا الفيكتور اتجاهه هيك، قديش الزاويه بينهم؟ 90. راح ينتج معي تورك، التورك بيساوي الفورس كروس مع دي بالحاله. وايش منتج عندي هون؟ تورك. هون ايش الوحده؟ هون الوحده نيوتن متر، مش جول، ها؟ وهون راح تنتج عندي نيوتن متر، وهي بتساوي طبعا اف دي ساين ثيتا، ثيتا بالحاله هاي 90، فساين ال 90 1. لو انا جيت الان اثرت على هذا اف بطريقه ثانيه مختلفه، لو اف مثلا كانت هون، ايش راح يصير عندي؟ ايش صار عندي؟ صار في بينهم زاويه. اوكي، وبدي احلل الاف، واللي بيهمني هو هذا الاتجاه، هذا ما راح يعمل شيء. يعني لو جيت على هذه السبانر اللي موجوده هون وضغطت عليها هيك، قديش التورك اللي بنتج عندي؟ صفر. ماشي واضح للهاي؟ هذا الاختلاف الاساسي ما بين الاثنين كروس برودكتس، وبهمونا هدول في المحركات.